كهرباء. هات لي كده يا حبيبي كده، ادي واحد، هات لي الطرف التاني كده يا حبيبي، ده اتنين، وهربط واحد مع طرف الكهرباء ده اهو، شايفينه؟ اربط يا سليمان، والطرف التاني هربطه مع طرف الكهرباء التاني، يبقى الطرفين ده هم اتخدوا مني ايه؟ 220 فولت ال وان. نجرب ونشوف المروحه تشتغل. لا اربط يا حبيبي، اربط يا اخواني الاعزاء، اليوم هنتكلم مع بعض عن مشكله في القطعه الخارجيه لجهاز تكييف جنرال 3 حصان. جهاز استيراد مش مصري، ماشي، صناعه تايلاند. الجهاز فيه مشكله، ساعه ما بنشغل الجهاز بيعمل القفله وينزل الاوتوماتيك يفصل الكهرباء عن الشقه كلها. اكتر من فني عدى على الجهاز ما وصلوش لحل معاه، فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنحاول نشوف المشكله فين ونقسم الدايره واحده بواحده، اجزاء المروحه زي ما احنا شايفين الدايره باللعبكه اللي احنا شايفينها ديت. فاي دايره بتدخل عليها بالشكل ده بتحاول الاول تقسمها وتشتغل جزء بجزء. هنبدا الاول نختبر الضغط بتاعنا نشوف شغاله ولا لا، بعد كده نشوف المروحه شغاله ولا لا، بعد كده نجمع الاثنين مع بعض، ماشي، ونشوف القطعه الخارجيه هتشتغل ولا لا. لو اشتغل معانا والامبير بتاعه كويس هنديه للعميل، وكفى الله المؤمنين ايه شر القتال، ومشكلتك كده اتحلت. تمام، القطعه الداخليه احنا سايبينها عند العميل هناك. فدلوقتي هنكشف على الجهاز واحده بواحده. طبعا واحنا شغالين او واحنا فكين الجهاز، فكناه عشان ما نطولش عليك ولا على الساده المتابعين. لقينا هنا في بريشر موجود اهوت، تمام. طبعا لما يبقى في عندي بريشر سواء على خط السحب او على خط الطرد بيتوصل في الدايره بالتوالي. يبقى انا اما افصل السلكين بتوع البريشر دولت اللي انا فصلتهم اهمت، يبقى عشان ان انا هشغل الجهاز يبقى لازم الاثنين دولت يتوصلوا مع بعض بكوبري او بحاجه، او يتربطوا ايه مع بعض، لان لو ما وصلتهمش وفي مشكله في الجهاز مش هيشتغل. تمام، فحاليا دلوقتي انا لغيت البريشر وهبدا اشوف الكمبروسر بتاعي. زي ما احنا شايفين هنا في مكثف تشغيل. مجرد ما ابص على اي مكثف تشغيل في جهاز تكييف راكب تلقائي ابص على المكثف، لقيت طرف منه لوحده يبقى الطرف ده طرف السي، عفوا الاس، يبقى الطرف ده ايه الاس المكثف، يبقى ده ملفات الايه تقويم، متفقين؟ طيب طرفين مع بعض متصلين زي ما احنا شايفين كده اللي هم البيت دولت، يبقى الابيض ده الار، ماشي، التشغيل، والطرف الابيض الثاني واخد كهرباء اهو، يبقى دي اس ودي ار، يبقى فاضل طرف عندي سي. اللي هو السي الاسمر. طب الاسمر فينا حته؟ هنبص مع بعض. هات الصفه كده يا حبيبي، ماشي، هنقطع الكليبس بتاعنا ده عشان يبقى الدنيا مفتوحه معانا، تمام، وهاجي جاي ادي الطرف بتاع السي الكهرباء اهو، وفي هنا طرف تاني وصل. طبعا الجهاز حاليا دلوقتي اكتر من فني مر عليه، فمش مسلم بيه ان اللي موجود التوصيلات اللي موجوده تكون صحيحه 100%، ممكن يكون فك اسلاك جه يوصل غلط، ماشي، فايا كان الوضع. فانا ببص هنا لقيت فيه اطراف المروحه فيه ثلاثه همت برضو ار، في طرف لوحده مع المكثف اهو شايفينه الاسمر ده، يبقى ما دام لوحده تلقائي برضو هو ايه الاس. الطرف اللي معاه طرف تاني، طرفين مع بعض في المكثف، يبقى ده الايه الار، يبقى ده الاس وده الار. السي هنا اهوت متوصل مع السي بتاعت الكمبروسر، والاثنين مع بعض واخدين طرف كهرباء هنا، يبقى الجزء اللي عندي ده يعتبر زي روزتة توصيل تجميع. هنفكه دلوقتي وهنشوف كل جزء فيه وضعه ايه، ماشي. الجهاز بالنسبة للعميل منتهي، هيترمي لان اكتر من فني ايه مر عليه. طبعا لما بنجيب الجهاز بنقول له ان شاء الله هنحاول نشوف لك الجهاز ونستكشف المشكلة بتاعته ونحددها، فايا كانت المشكلة هنشوفها مع بعض واحدة بواحدة. بداية هنجي طرف الار بتاع السي بتاع الكمبروسر من هنا،
الاثنين متاخدين مع بعض بكلبس واحد اهوت شايفينه، وهبدا اشتغل على دايره الكمبروسر في الاول. لقيت الطرف اللي جاي من المروحه اصبح ده السي، وادي الاس وادي الار، وهجيب الطرفين بتوعي دولت واوصل الكمبروسر حاليا مباشر لوحده. طيب انا كده عرفت الاس والار والسي من خلال المكثف من بره. طب انا رحت على واحد جهاز لقيت الفن بتاعه مفكك السلوك بتاعتها، وانا مش عارف السي من الار من الاس. طبعا احنا اقترحنا قبل كده ازاي نعرفها عن طريق تحديد المقاومه بتاعت السي والار والاس، ماشي، عن طريق الجهاز. اجهزه التكييف محترمه شويه عن اجهزه التبريد. هتقول لي محترمه ازاي؟ هقول لك محترمه ازاي. الراجل بتاع الشركه او المصنع وهو بيصنع جهاز التكييف بيكتب لك على الغطاء بتاع الكمبروسر اطراف التوصيل بتاعته اس ار سي، واضحه معاك في الكاميرا؟ تمام. شايفها انت بعينك؟ تمام. تمام، الاطراف دي موجوده اهي. فمجرد ان اركب الغطاء على الوضع الطبيعي بتاعه في المسمار كده هيبقى اللي قصد الاس هو اس والسي هو السي والار هو الار. هرفع الغطاء بنفس الشكل وابص، يبقى الاس احمر زي ما قلنا، الار الابيض، السي اللي هو ايه؟ الاسود. طبعا عشان نوصل للكمبروسر، معلش انا بشرح بالتفصيل عشان حضراتكم تفهموا والساده المبتدئين اللي معانا متابعين معانا على القناه يفهموا واحده بواحده، ماشي. حاليا دلوقتي انا حددت الاطراف بتاعتي سي ار اس. هنجيب، خلي ده حبيبي معاك كده، هاجي جاي شايل الار من هنا اهي، يبقى دي اطراف الكمبروسر بتاعتي الار والاس دولت اللي بياخدوا كهرباء، الار والسي عفوا الاس لوحدها. هنشغل مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. خليك معايا عشان ما اطولش عليك، هنوصل دول باطراف الكهرباء. خليك معايا. طيب دلوقتي ربطنا الاسلاك عشان ما اطولش عليكم. السي من الكمبروسر اللي هو الاسمر حددناه واخد طرف كهرباء، الار اللي مديه المكثف ماشي واخده طرف الكهرباء الابيض، يبقى طرفين الكهرباء انا وصلتهم دلوقتي. يبقى انا لو هوصل ضاغط لوحده بدون جهاز التكييف طرف كهرباء هيروح للسي، وطرف كهرباء هيروح مع الار، والطرف اللي لوحده ايه؟ الاس. متفقين؟ اي ضاغط بشتريه جديد قبل ما اركبه في جهاز تكييف عشان لو في مشكله اقدر ارجعه اعمل معاه بالشكل اللي احنا عملناه ده. متفقين؟ طيب هحط جهاز الامبير معايا على الجهاز. انا كده بوصل مباشر، يعني كده مفيش اخطاء لا في توصيل الروزيتا ولا في كابل الباور اللي جاي من الداخليه ولا في التجميعات اللي موجوده عندي ولا في المكثفات. هنشغل بسم الله، وادي مفك كهرباء كمان برضو على الجهاز. حط حبيبي الكابل معايا. اضغط على المفتاح زي ما شفنا في ثانية. الجهاز طبعا الضاغط فصل الاوتوماتيك في المكان، وصل الكهرباء حبيبي تمام. ما لحقناش حتى نقرا الامبير بتاعه كام. دبت الجهاز فيه ماس ارضي نلاف فك منور. وصل تاني كده يا حبيبي، معلش معايا انت كده في ماس ارضي اهوت معايا، وادي المفك منور اهوت، وعمل قفله على الاوتوماتيك عندنا. يبقى في الحالة دي الكمبروسر ده يستبدل، مفيش امل فيه. واحد مات طلعت روحه، مفيش ميت بيرجع، ده يستبدل باخر جديد. في الحالة دي حضرتك بتقول للعميل هجيب لك كمبروسر جديد، الكمبروسر تكلفته 10 قروش ومصنعيتك 10 قروش، يبقى ده بيكلف معاك كذا. وللعميل حرية الرأي، يقول لك نصينه او نجيب واحد مكانه ونخلي ده تمام. طيب دلوقتي احنا جربنا الكمبروسر زي ما شفناه عمل قفله. طبعا لما كنا بنشغل قبل كده المروحه ما كانتش بتشتغل معانا، لان مجرد ما بنوصل كهرباء بيفصل الكمبروسر معانا. فهنشوف دلوقتي ازاي نوصل
المروحه بتاعتنا ونشوفها هل الرخره بتشتغل ولا نفس المصيبه اللي موجوده مع الكباس. الحاله واحده ولا دي فيها امل شويه. هنبدا دلوقتي نفصل الكهرباء بتاعتنا. فك حاجز تمام. ماشي. وندخل على المروحه بتاعتنا. طبعا انا وصلت مباشر عشان اختصر معاك الوقت. هنيجي على المروحه زي ما عملنا مع الكباس، احنا شرحنا الكلام ده من شويه. افصل كده يا سليمان خليك. الطرف اللي الاقيه لوحده مع المكثف ده ايه؟ الاس. الطرف اللي في المكثف وواخد كهرباء ده مين؟ الار. التلف الثالث تلقائي يبقى مين؟ السي. ماشي؟ هنربط السي كهرباء، اربط يا سليمان معايا. وهنشغل المروحه. اشتغلت المروحه خير وبركه، ما اشتغلتش في الحاله ديت برضو يبقى ده ميت كامل. يبقى انا دلوقتي مش هربط شكرتون ولا حاجه، هجيب بس بنسه الامبير بتاعتي، هظبطها على الامبير زي ما هي مظبوطه. في ايدك كده يا سليمان، شغل يا حبيبي كده، بسم الله. ماشي. وهنشوف دلوقتي ازاي نعكس المروحه. ادي 7 من 10، 6 من 10 الامبير اهوت يا حبيبي، مروحه اشتغلت تمام كده، المروحه سليمه. طب المروحه بتلف معاك هنا يمين ولا شمال؟ اطفي يا حبيبي كده شوف. هنشوفها بالراحه على البطيئه اهو. شمال. خلاص شمال او يمين مش مشكلتنا، المروحه بتلف في الاتجاه ده تمام. انا لقيت المروحه بتاعتي عايز اعكسها، حاجه بسيطه قوي هعملها وسيادتك زي الباشا. طرف الكهرباء اللي داخل للمكثف اهو ده هيتوصل مع مع الاس. لا طرف الكهرباء الثاني، معلش عفوا، طرف الكهرباء ده اهوت، ادي الار زي ما هو اهوت. ماشي. هنقل الار مكان الاس، الاس هيت هنقلها مكان الار، والار هنا هي بدل ما نربط ونقطع. ماشي. كان الاسمر هنا، نقلت بدلت الاثنين مع بعض، وهدي الكهرباء هنا. وسيادتك بقى كده بشطارتك شوف لي، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هتشوف لي الجهاز، المروحه كانت بتلف كده. هنشغل دلوقتي، دي اللي انا عاملها دلوقتي، يبقى عكس حركه محرك مروحه المكثف زي ما انت كده. شغل لفت ايه؟ بالعكس. لو انا لقيت المروحه بدل ما بتسحب بتطرد، هو الطبيعي انها تطرد هواء من الناحيه دي، تسحب من هنا وتطرد من الناحيه دي مش كده؟ لقيتها بتعكس بالعكس، هي دلوقتي بالعكس كده. يبقى انا هبدل بس اطراف مين؟ المكثف، الاس مكان الار والار مكان الاس. حد فاهم معايا حاجه؟ واضحه؟ طيب هنفصل دلوقتي الكهرباء، وواحد من حضراتكم هيعكس لي واحنا شغالين على الفيديو مش هقطعه، هيعكس لي اطراف المروحه. افصل وركز على المروحه بتلف في اتجاه. تمام. عايز واحد من البشوات يوصلها، وصل وقول بتعمل ايه. شوف هنشيل الاس ونحط مكانه على الار، هنبدل الاطراف بتاعت الاس والار مكان بعض. ماشي. على مهلك، محدش بيجري وراك. ماشي. شغل كده يا حبيبي. افصل بقى عشان نشوف الاتجاه بتاع اللف كده على البطيء. يبقى كده احنا عكسنا ايه؟ اتجاه محرك المراوح. الكمبروسر عندنا فيه ايه؟ فيه مشكله، فيه قفله. طيب فاضل جزء موجود هنا، هنعتبر نفسي انا نفسي ما شفتوش ولا حد فينا شافه. تمام. هنفك الجزء ده ونشوف الوضع بتاعه ايه، عشان اما يجي لك جهاز زي ده، لان ده ممكن يكون دلوقتي عباره عن روزيتة تجميع متصل مع بعض زي الروزيتة الخارجيه دي. ماشي. خليك معايا. طيب دلوقتي، عليه الصلاه والسلام، دلوقتي احنا بدانا تصوير. دلوقتي احنا كنا بنقول الجزء ده ما احناش عارفين هو ايه، وانا قلت لك في اول كلامي ادخل على اي جهاز كانه قدامك مجهول الهويه، استكشف فيه. ده ممكن يكون جزء روزيتا زي ما قلنا، طرف من هنا وطرف من هنا نقطه تجميع. ماشي. بتجمع عشان كلكعه الاسلاك. ممكن يكون كونتاكتور، ممكن يكون ريلي.
هعتبر نفسي لحد وقتنا الحالي لا اعلم ما هو. الكمبروسر فقد الأهلية للعمل، ما عادش شغال، فما عدناش هنتعامل مع الكمبروسر. اللي شغال قدامنا مين؟ محرك المروحة، صح؟ طيب محرك المروحة بتاعنا قلنا عبارة عن ثلاث أطراف. هنفك كل الأسلاك دي خلاص كلها رجالة كده بعد إذنكم أهويت. فك يا سليمان ده. R و S أهي، مش كده؟ طلع ده يا ابني كده. طلع لي كل الأسلاك بتاعته كده بعيدة عن الدنيا دي بحالها. أهو. آدي الـ C وآدي الـ S وآدي الـ R. والـ R بتاخد كهرباء والـ C بتاخد كهرباء، صح؟ هنجيب الكابلين بتوعنا ده همت. هندي واحد للسي للسي للار عفوا للار او للسي عادي للار هيت ماشي. واضح يا ابني معاك في التصوير؟ ادي بقى تشبيط بس، تمام اهي. دي واخده كهربا، امسكها كده في ايدك. والسي هوصلها ده كده. لقيت معاه اتنين كونتاكت، طرف كونتاكت ملامس زي المفتاح ده وده. هنوصل السي بالطرف ده ماشي. مش الطبيعي عشان المروحه تشتغل لازم السي تاخد كهربا؟ يعني لو انا وصلت الكهربا طرف الكهربا التاني ده بدي المروحه هتشتغل؟ طب انا عايز اشغلها عن طريق الريلي اللي قدامي ده. هنشوف الريلي ولا روزيتا ولا ايه بالظبط. هوصل دي كده بالظبط الكهرباء هنا اهيت، وهشغل كهرباء. لو المروحة نطقت معايا يبقى ده ايه؟ روزيتا. ما نطقتش معايا يبقى ده حاجة تانية في علم الغيب نستكشفها مع بعض. شغل كهرباء حبيبي. احذر ان الاسلاك تلامس الجهاز. شغلت؟ مفيش حاجة اشتغلت؟ تمام. زي ما انا شغال كده شغلك مشغل. شغل لك مش شغال؟ زي ما انا كده هفك دي السلك تحت. انا مش عايز اسلك، لا سيبه دلوقتي. زي ما انا شغال هفك دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خفش يسلم ربنا. هفك دي وهلمس بس. بص كده اوعى رجلك والمروحه. عينك على الكاميرا على المروحه. اشتغلت؟ ايوه تمام. هنفصل وارجعها تاني. افصل كهربتك وارجعها تاني. شغل تاني كده. ما اشتغلتش. تمام؟ طيب. يبقى اذا الجزء ده والجزء ده مش متصلين مع بعض. وطبعا كان سهل تحديدهم بجهاز الاوم. ماشي؟ لكن احنا هنعمل الشغل الفعلي عشان سيادتك تبقى فاهم انت رايح فين وجاي منين. افصل كهربتك يا حبيبي. ده اذا كان ملف وهنبص عليه ناكد عليه. هنا نقطة خمسة وستة كهرباء. هاتلي كده يا حبيبي كده. ادي واحد. هاتلي الطرف التاني كده يا حبيبي. ده اتنين. وهربط واحد مع طرف الكهرباء ده اهو. شايفينه؟ اربط يا سليمان. والطرف الثاني هربطه مع طرف الكهرباء الثاني. يبقى الطرفين ده هم اتخدوا مني ايه؟ 220 فولت. ال وان. نجرب ونشوف المروحه تشتغل. لا اربط يا حبيبي، اربط يا سليمان. خرب بيت شورتك يا سليمان. سعد ناوي يقضي عليك يا سليمان النهارده. اربط حلو ما تخافش. انا جنبه. طول السلك هات له البنس. عايز تخلص من واحده الاثنين. يا راجل في زراديه. زراديه ولا البنسه فين يا عيني؟ خد نفك على طول ماشي. يعني كل الليله ديت عشان اوصل التخفيف جوه. هنبص كده بقى مع بعض. ايدك بعيده كده. لحظه قبل ما توصل. ده واخد الان، ده واخد ال اللي هم الطرفين اللي المفروض يكونوا بتوع الملف. الطرف الثاني واخد كهربا اهوت اللي هو ده وده السي. مجرد الكهربا ما توصل للملف هتوصل نقطتين الكونتاكت، النقطه دي بالنقطه دي. لو الكلام اللي انا بقوله ده فعلي وهو ده الواقع المروحه هتشتغل معايا. لو كان الكلام ده غلط المروحه مش هتشتغل. نشغل ونشوف. بسم الله توكلنا على الله. تمام.
حد فاهم انا عملت ايه؟ يبقى اطراف الملف خدت 220 مجرد ما وصل كهرباء للملف. لحظه بقى، زي ما انت كده طبيعي، لو انا فصلت والكهرباء شغاله، عينك على المروحه، انا هفصل الطرف ده، طرف من اطراف الكهرباء هفصلها وشوف المروحه هتستمر في الشغل ولا لا. بعد اذنك يا مسهل الحال يا رب، ركز على المروحه، فصلت. هلمس، عينك على المروحه مش انا، اهو بص كده فصلت. وانا بوصل بقى، قرب مني كده، تسمع التكه بتاعت الكونتاكت، سامع دي؟ زي بتاعت البلف العاكس كده، اهي سامعها؟ اهي الكونتاكت من جوه. تمام يا رجاله، يبقى ده ايه؟ ريلي. ماشي، افصل لحد كده. الجزء ده كلنا فاهمينه؟ طيب الغرض من وجود الريليه ده ايه مع روزيتة التوصيل دي؟ نشرح الدايرة دلوقتي ولا نخليها في يوم تاني عشان ما نطولش؟ ماشي، وده بيبين ان انا معايا واحد يعني اشطر واحد في اخواته. لا اربع ساعات يعني عامل اساس 100 100. تمام. الجزء ده واضح ازاي اختبر الكمبروسر، ازاي اختبر المروحة، ازاي استكشف اي جزء في الدايره داخل عليه انا ما اعرفش الجهاز ده عباره عن ايه، ادخل اتعامل معاه وانا قلبي جامد. اهم شيء ان انا اكون فاهم. اتمنى من الله عز وجل ان نكون وصلنا معا لما فيه الخير لنا ولكم ولأم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.